سيزون 4 شابتر 2 نزل يا شباب، ولكن السيرفرات ظلت واقفه ما يقارب الساعتين بهذا الفيديو. رح نزل هذا الفيديو لكم عن جميع الاضافات مشان لما تفتح اللعبه تكونوا جاهزين بالنسبه للاضافات وبعض الاشياء تمت اضافتها. وفي شغله انا اصلا خايف اعمل هذا الفيديو مشان المساحات يا شباب، بالنسبه لمساحه التحديث فعلا عاليه جدا بهذا السيزون. انا رح احكي لك عن جميع الاضافات اللي تمت بالسيزون 4 شابتر 2 وعن الاحجام بالنسبه للاكس بوكس والبلاي ستيشن والبي سي. فهلا والله بسكرنا الطابه الارضيه وفيديو جديد. قبل ما بلش الفيديو تبعي لا تنسى اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، تشارك هذا الفيديو مع كل اصحابك اللي بيلعبوا فورتنايت لحتى يشوفوا جميع الاضافات اللي حصلت معنا باللعبه. يا شباب هلا نحن حاليا في شغله كبيره عنا بالنسبه للتحديث. التحديث يا شباب فعليا هو اكبر تحديث نزل بفورتنايت من وقت ما انا بلشت بهاللعبه العبها. يا شباب بالنسبه لهذا التحديث حيكون للبلاي ستيشن 4 12 جيجا بايت، للبي سي حيكون 21 جيجا بايت، للاكس بوكس حيكون 14 جيجا بايت. حجم التحديث يا شباب ضخم جدا بلعبه فورتنايت لانه في كتير تحديثات صارت معنا وفي كتير اضافات وافكت وتاثيرات بالنسبه للشخصيات ولعالم مارفل بشكل عام معنا باللعبه. لنعيد الاحجام، بلاي ستيشن 4 12 جيجا، بي سي 21 جيجا، الاكس بوكس 14 جيجا. وللموبايل بالنسبه للموبايل انكم رح تسالوني للموبايل يا نيما او ايباد او مدري شو رح تسالوني كمان، رح تلاقوا تحت بالتعليق المثبت بالنسبه لجميع الاحجام رح يتم تعديل التعليق المثبت اللي تحت، ولكن هي الاحجام بالنسبه لاكبر شيء بلاي ستيشن 4 بي سي اكس بوكس. خلينا هلا مع بعض نفوت على الاضافات اللي تمت بهذا السيزون. هذا السيزون يا شباب رح يكون سيزون حلو جدا وممتع، فيه اضافات كتير، ولكن خوفا انه يكون فيه اضافات كتير اوفر بالنسبه للعبه تنسينا لعبه فورتنايت وتحسسنا نحن عم نلعب لعبه افنجرز بيتا الجديده. يا شباب الموضوع اوفر جدا بالنسبه للاضافات. الاضافات يا شباب خلينا اول شيء نبلش بالسكنات. السكنات مثل مظهر امامك هي جميع السكنات اللي تمت اضافتها للعبه. تقريبا كل سكن رح يكون له 3 ستايل، كل سكن رح يكون له 3 ستايل 4 ستايل كمان في 5 ستايل. الوضع كتير مو طبيعي بالنسبه للسكنات وبالنسبه للستايلات. كل سكن له تقريبا اضافتين او 3 اضافات. هدول هن جميع الاضافات اللي تمت معنا باللعبه بالنسبه للسكنات. سكنات البطل باس وبعض السكنات اللي رح تكون للحزمه مثل مظهر امامكم هي الدارك سكيلي، وفي بعض منهم ظاهر، وسكن التفاحه نزل معنا، وفي معنا 2 سكنين مشفرين مو باين شكلهم لحد هاي اللحظه. هدول هن السكنات اللي تمت اضافتهم معنا باللعبه، وهي شكل اللوبي اللي حيكون معنا يا شباب بالنسبه للعبه فورتنايت سيزون 4، وهي شكل قائمه البطل باس يا شباب مثل مظهر امامكم، هاي هي البطل باس وقائمه اللوبي اللي رح نوقف فيها. حاليا هلا خلينا نحكي بالنسبه للشغلات اللي تمت اضافتها للعبه او تم ارجاعها للعبه. حاليا تم ارجاعه للعبه يا شباب اللي هن 5 شغلات او 6 شغلات. الخمس شغلات اللي هن بدي احكي عليهم هن الاسلحه، او 3 شغلات رح يكونوا اسلحه و3 شغلات ثانيه اللي هن عناصر مثل الجرينيد والباونس. تمت اضافه يا شباب هذا السلاح اللي ظهر امامكم، ورجع معنا البومب، ورجع معنا الشوت جان الايبك والليجندري اللي ظاهرين امامكم. تمت اضافه هدول الثلاث اسلحه معنا بشكل رئيسي باللعبه، وتم اضافه 3 اشياء جديده اللي هي الشكويف جرينيد اللي ظاهره امامكم، وقنبله الديسكو الجرينيد ما بعرف شو بيقولوا اسمها، وتمت اضافه الباونسر كمان معنا للعبه، بس التراب لحد هلا ما رجع معنا يا شباب. بالنسبه لشكل الماب، شكل الماب بدون مظهر امامكم هذا هو شكل الماب بالنسبه للسيزون 4 شابتر 2، ما عليها اي اختلاف زايد، يعني انا اللي شايفه ما فيها اختلاف ابدا غير شويه المي اللي هي بستيربي زادت، او هي حتى نفسها اتلانتس لسه موجوده لحد هاي اللحظه. هذا هي بالنسبه لشكل الماب يا شباب. وبالنسبه للاسماك تمت اضافه معنا ما يقارب السبع انواع اسماك اللي ظاهره امامكم، ومن بيناتهم طبعا سمكه مايدس. سمكه مايدس يا شباب اللي انا حكيت عليها بالتسريبات قبل ما يبتدي السيزون، حكيت على سمكه مايدس رح تكون من نوع خاص اللي هي اول ما تاكل لا تحول لك استحتاك ديجندري. طبعا هدول السمكات اللي تمت اضافتهم انا ما هقدر اشرحهم لانه في منهم شيء منهم سليرب، في منهم هيل، في منهم مدري شو بيعمل. طبعا هذا الشيء انت بدك تكتشفه مع حالك لانه دور السمكات مو هالشيء المهم معنا، يعني تمت اضافه هدول الانواع. وطبعا تم اضافه صنارة ولكن ما قدرت احصل صورتها، الصناره اللي هي رح تقدر تحصل فيها السمك الاعلى ندره والاقوى بالنسبه من بين السمكات. وتم اضافه معنا شاشات انتظار لبكره الصبح، يعني تم اضافه شاشات انتظار خير الله يا شباب. مثل مظهر امامكم هلا رح اترككم مع شويه شاشات انتظار هيك على السريع وارجع لكم.
وبالنسبة يا شباب لإضافات الأسلحة، تمت إضافة سلاح جديد معنا لحد هلأ مو معروف شو هو لأنه السيرفرات واقفة. هذا السلاح طلع معنا بالترايلر، يا رب ما يكون مثل سلاح ستار وورز اللي هو ما بيخلص، بضل عم ينطف لك ليزر فن 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 يعمل لك هيك ويصير زيادة الموضوع عن اللزوم وكتير يصير أوفر باللعبة. هذا السلاح الجديد تمت إضافته معنا باللعبة اللي إحنا لقطناه من الترايلر اللي هو أنا نزلته عندي بالقناة وترايلر فورتنايت يعني بشكل عام للسيزون 4. وتمت إضافة بيكاكس جديد معنا، هدول هن البيكاكس يا شباب. البيكاكس بشكل عام كلياتهم للسكنات، يعني ما في بيكاكس خاص مثلا بالحزمات، ما في غير 3 بيكاكس اللي ظاهرين امامكم الاثنين، 2 على الشمال وواحد تحت على الشمال، والباقي كلياتهم خاصين بالسكنات، شي بسكن وولفرين، شي بسكن ثور، شي بسكن ايرون مان. يعني هدول لحد هلا يعني ممكن انت تحصلهم من قائمه البطل، بس انا هيك بتوقع يعني لانه لسه لحد هلا ما فتحت اللعبه يا شباب. السكنات هدول او البيكاكس هدول راح تحصلهم من قائمه البطل بس، لانه كلياتهم خاصين بعالم مارفل وبالبطل باس تبع عالم مارفل. ولحد هاي اللحظه ما في اي اخبار بالنسبه انه في واحد بطل باس ولا اثنين بطل باس، لحد هاي اللحظه ما حدا حكى عن هذا الموضوع ابدا. وبالنسبه يا شباب للسكنات، السكنات انا هلا رح اعرض لكم شكل السكنات كيف داخل اللعبه، وبعد منها رح اعرض لكم شكل الجلايدر، وبعد منها كمان رح اعرض لكم الرقصات اللي تمت اضافتها معنا للعبه. تمت اضافه رقصات كتير بالنسبه لنا للعبه كلياتها خاصه بعالم مارفل بشكل عام، ما في شيء خارجي مثلا بالنسبه للرقصات او اي شيء، كلياته هلا بالنسبه للاضافات مشان تكونوا عارفين انتم، مشان ما حدا ينزل شيء على السوشيال ميديا انتم مثلا ما تعرفوا الموضوع يجوا يقولوا انه تمت اضافتها او تم عملها. يا شباب بالنسبه للرقصات ما في غير رقصتين تمت اضافتهم معنا بالنسبه غير لتبعات مارفل، ما لحد الان ما حدا معروف او ما حدا بيعرف هل هي الرقصات رح تكون من البطل باس، هل هي من خارج البطل باس الرقصتين الثانيات، ولكن في بعض الرقصات اللي ظاهره هلا بتظهر امامكم بالفيديو تبع الرقصات رح تكون موجوده طبعا للسكنات، لكل سكن رح يكون له رقصه خاصه، هل هي رح تكون بقائمه البطل باس؟ لحد هلا مو معروف. هذا الشباب السيزون رح يكون من اغرب سيزون مر علينا باللعبه، لانه انا فعليا في بعض الاشياء مالي فهمانه، وفي بعض الاشياء اللي هي لسه لحد هلا مو بس انا مالي فهمانه، كل العالم مو فهمانتها، وكثير في اشياء لحد هلا غامضه مو مفهومه معنا بهذا السيزون. والشغله الاخيره اللي بدي احكي عليها قبل ما اعرض لكم فيها السكنات والرقصات وهالقصص هي كلها والجلايدر، رح يتم إضافة معنا تراب جديد باسم فاير تراب اللي ظاهر أمامكم. هذا التراب يا شباب رح يتم إضافته للعبة، هو حاليا موجود بملفات اللعبة ولكن لحد هاللحظة ما نعرف أي شيء عنه. هذا الدمج تبعه رح يكون 50، هل هو رح يكون مثل تراب الشوك اللي هو بيأثر لك، ولا هل هو رح يدمجك 50 وخلص الموضوع؟ كمان لحد هلا مو معروف يا شباب. أنت طبعا بدك تفوت على اللعبة، أنا حاولت جمع لكم قدر المستطاع المعلومات اللي إحنا لازم نعرفها بالنسبة لهذا السيزون. فأتمنى تكون استمتعت ببعض المعلومات وعرفت بعض الأشياء عن السيزون الجديد قبل بدايته. شكرا لكم يا شباب على الدعم، كود دعم بالآيتم شوب نيمو 9، واستنوا الفيديوهات الخاصة بالتحديات الأسبوعية. I am Groot.